السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. تفضل. السؤال الاول، انا عايز اعمل عقيقه، هل ينفع يعني اذبح الحاجه اللي هذبحها واوزعها، ولا لازم اطبخها واعزم بيها، ولا ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلحم العقيقة جائز توزيعه نيئا، وجائز توزيعه مطبوخا، وجائزة أيضا دعوة الناس إليه إلى بيتك. الأمر في ذلك كله واسع، والحمد لله، فالمتيسر لك افعله، بارك الله فيك.